drop now. We are very far away from how we were in 2011, 2014, when the war began with the militias and their control over the capital. Our situation now is better. كثير من المؤسسات الآن تعمل بفعالية مالية ربط مالي، وخليني أتحدث عن الدول التي تعاني من صراعات وكلها في سياقات مختلفة. أود أن أطرح عليك سؤال في هذا، لأنه عندما أطرح علي هذه الجلسة وسعدت بحضورك دكتور معين، بدأت أتحدث عن معين الأحداث التي تحدث في اليمن ما هي الجهود التي تبذل عالميا وإقليميا؟ وكنت قد دونت على الإنترنت كيف يمكن للحكومة أن تعمل هذا السؤال، وأنا لا أمزح، سؤال مهم، حتى طرحت هذا السؤال على تشات جي بي تي، ولكن سأسألك أنت كيف تعمل الحكومة؟ بالطبع البارحة الرئيس السيسي كان قد تحدث كيف أن الدولة التي للأسف تواجه صعوبات وتسقط ليس بإمكانها أن تعود لتحقيق النجاح بشكل سريع. عندما تسألينني عن كيف تعمل الحكومة، فيمكنني القول بأن الحكومات للأسف تواجه اليوم صعوبات كبيرة، ومن الصعب جدا أن نتمكن من أن نعود إلى حيث كنا. علينا أن نعيد توحيد جهود كل المؤسسات الحكومية. فلدينا على سبيل المثال قبل سنتين الحكومة التي بدأت بالعمل على كافة المستويات، المطار والمرافق وكل شيء. بالطبع الحكومة الطارئة التي تعين تحاول أن تجد الحلول لمساعدة الناس. لدينا بعض الاضطرابات وبعض المشاكل التي تواجهها. تخيلي أن المواطنين في سنوات ثمانية من الحرب قد أنفقوا كل مدخراتهم، وبالتالي خدمات التعليم وغيرها محدودة. دولة الإمارات تضع خطة 20 و30 سنة، ودول أخرى أيضا. أنتم كدولة ما هي الخطط التي تضعونها؟ أنتم لديكم فعلا الكثير من الإنجازات التي حققتموها، ولكن كيف تبنون عليها وكيف تخططون للمدى البعيد؟ التخطيط بحد ذاته سوف يكون صعبا، فنحن نعلم بأن التخطيط ينبغي أن يكون مبنيا على الأرقام. العام الماضي كان لدينا نمو متوقع من قبل البنك الدولي 3.2%، ووضعنا الخطط بناء عليه، ولكن في الحقيقة سجلنا نموا أعلى. للأسف نحن كنا قد عانينا من ركود اقتصادي، ولكنه يستلزم منا الوقت لكي نتمكن من التصدي له. لدينا خطط للإنفاق، وبدأنا التفكير بطريقة مختلفة. هي خطط قصيرة ومتوسطة الأمد للخدمات، إن كان كهرباء أو غيرها. ونتيجة لذلك فإن دعم الحكومة يعتبر مهما، هو ليس دعما سياسيا، دعم رئيس وزراء أو وزير معين، بل هو دعم يوجه إلى الشعب برمته. عندما نجري إصلاحات معينة كما حصل في عام 2021 و22، لقد حصلنا على الدعم بالطبع من العديد من الدول، ودون ذلك الدعم لما كان بإمكاننا أن نتقدم. تمكننا من أن نقوم بتوحيد سعر